اهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد ل 11 و16 دقيقة. تحية كبيرة لكم باش نحكيو على بيان جبهة المساواة وحقوق النساء. سعيدة جدا باستقبال مدام درة محفوظ، أستاذة وباحثة في العلوم الاجتماعية. مرحبا. مرحبا، عشكرك الله فيك. شكرا لك على قبولك الدعوة. الحقيقة تبعت معاكم بالكدي البيان اللي نزلتوها، ما عندكمش برشا، كنت عارف عليك أولا، من ثم نعرفوا جبهة المساواة وحقوق النساء عفوا، ونرجعوا على البيان. أنا درة محفوظ الدراوي، معناها أستاذة في علم الاجتماع متقاعدة حاليا، وكذلك معناها باحثة، يعني عملت دراسات عديدة على المرأة، على التربية، على حقوق النساء والعائلات، معناها على شركة المرأة في السياسة، في سوق الشغل إلى غير ذلك، ومن مؤسسات الجمعيات اللي تدافع على حقوق المرأة وعلى المساواة في تونس منذ 30-40 سنة طوال اليوم، معناها نجم نقوله في الحركة هذه ما يسمى الحركة النسوية، وكذلك نقابية، يعني تحملت مسؤولية نقابية في نقابة التعليم العالي، وكذلك كنت أول رئيسة لجنة المرأة العامة. ممتاز جدا، عنا شرف كبير بمحاورتك إذا سيدتي الكريمة. نظرا للديناميكية اللي انتهجتها الحركة النسوية، وكنت أنت رائدة في هذا المجال، نشكرك برشا. طبعا نرجع شوية على جبهة المساواة وحقوق النساء. الجبهة هذه هي كونها مجموعة من الشخصيات، يعني النسوية الوطنية والنقابيات وجمعيات، معناها المناضلات وجمعيات الجمعيات، معناها فما تقريب توا فما تقريب 20-22 جمعية، وقاعدة توسع بشوية بشوية. الهدف منه هو نحبه معناها نرسيو المساواة بين الرجال والنساء وحقوق النساء والحقوق. عندنا مكاسب في تونس، ما ننكرش اللي فما مكاسب، وعندنا اليوم معناها وزيرات، وعندنا معناها رئيسة الحكومة امرأة، وهذا مكسب ونتشرفوا به، ولكن مازلنا كي نرجعوا لل 30-40 سنة التالية نراو اللي في فما مستويات، فما حاجات اللي ما تقدمناش فيهم برشا، ومن جملتهم واللي راهو حاجة أولوية هامة هو حق المرأة في الشغل، هو الاستقلالية الاقتصادية للنساء. فوالا، يعني المشكلة البطالة تهم صحيح هي رجال ونساء، ولكن النساء أكثر برشا دوم على الأقل مرتين ثلاثة مرات، معناها وأنا أستاذ كنت حتى نعم سيدتي الكريمة، كنت حتى في البيان قدمت أرقام دقيقة جدا، كنت طرحت عدة نقاط من بينها تاريخ الديناميكية النسوية، حكيت على الأزمة الاقتصادية، على نسب البطالة المتضاعفة، قدمت أرقام دقيقة، مؤشرات هذه اللي ترجمتها باللامساواة. كنا نقولوا اللي المرأة ما تلقاش خدمة خاطر ما فماش تعليم، خاطر كانوا فما نساء الأمية صحيح الأمية ما زالت تفشي خاصة في الوسط الريفية، لكن زاد نساء توا البنات، وأنا أستاذ ونعرف عشان نتكلم، هما من أوائل اللي ياخذوا الشهادات، تاخذ شهادة طفلة لكن تقعد تستنى 6-7-10 سنين، عندي بنات أنا عندهم 10-15 سنة أيسوا معناها، دونك فما محاملات شهادات فما 40% منهم، يعني على 10 يخرجوا فما 4-5 ما يبقاوش خدمه. دونك هذه معناها كارثه كبيره بالنسبه لي نحن، لانه المراه ما يكون عندها قيمه وسلطه في المجتمع، واليوم خاصه هو كي تكون عندها خدمه وعندها مردود وعندها حاجه دفع بها على روحها، سواء عازبه سواء متزوجه. اذا هذا حطينا احنا في 1 مايو اللي هو تعرفوه معناها هذا في العالم، 1 مايو اول ضرب صار معناها في القرن القرون القديمه، هو على اساس طالبين وقتها الخدامه عملوا ضرب 8 سوايع، كانوا الايامات يوم العمل كان اكثر طالبين كل عام نحتفلوا معناها نرجعوا في الـ1 مايو هذا اول مايو، ونعملوا معناها نقيموا فين وصلنا، شنو اللي عملنا، شنو اللي اكتسبناه، وفين ماشيين، وشنو اللي مازال. دونك احنا عملنا التقييم هذا السنة، وشفنا اللي في المستوى الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية معناها مازلنا بعاد، يعني تونس مصنفة من البلدان الأخرانيين على 56 بلاد في العالم، تونس المرتبة نتاعها 144 رغم اللي متقدمين في التعليم وفي التنظيم العائلي وفي حاجات أخرى، ولكن في المشاركة الاقتصادية معناها تونس مازالت بعيدة برشا. لذا احنا نطالبوا باش المجتمع المدني يكون نحط هذايا من اولوياته، على حق المرأة في الشغل، حق النساء في الشغل، فهمتي، من اولوياته انه الدولة زادت تاخذ معناها تعمل سياسات معناها وطنية
قوية يعني وحقيقية وتقيمها معناها باش تعطي هذا للنساء معناها حقوق فني في ميدان الشغل فني بمشاريع بفتحة فنية معناها انتداب معناها بطرق معناها معروفة سواء مش نقدر نصنف فيها فهمت وكذلك الرساء معناها في التقييم ما يسمى بمنظومة النوع الاجتماعي يعني نقارنوا ديما رجال ونساء مش نشوفوا كي نتقدموا ناخذوا بعين واحدة ناخذوا بزوز عينين المستقبل والواقع ناخذوا بزوز عينين المرأة والراجل نعم اللي احنا طالبين به يعني بصفه نحن نقول انتم كنتوا دعيتوا مكونات المجتمع المدني لعده نقاط كنت حضرتك ذكرتها كذلك قدمتوا وطالبتوا السلطه ومؤسسات الدوله بمثلا ملائمه القوانين الوطنيه المتعلقه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المصادقه عليها بما يضمن تحقيق المساواه التامه والفعليه عده نقاط كذلك من بينها تطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء والبيان تلقاه على الصفحة الرسمية غاديو كابا فيم نعم واضح جدا والاقتصاد الاجتماعي التضامن زاد كيف كيف لازم يكون يعني ياخو يعني شوط كبير والتطبيق نتاعه يعني يكون صحيح القانون هذا نتاع حماية العاملات في المنازل اللي يعمل في المنازل زاد كذلك اللي تعمل في 2000 معناها تو عنده معناها في جويلة 23 كلهم معناها فما مطالب يجب نتقدموا فيهم نتقدموا الحماية الاجتماعية زادة فما برشا نساء تخدم عندهم حتى حماية فهمت معناها تصير لها مصيبة ريتوهم كيفاش دقدقوا احنا عملناها نهار 27 على اساس النساء اللي صارت لهم في السبالة انا شفت كيفاش المصائب اللي قاعدة تصير احنا هذوما كيفاش هي الحماية بتاعهم يلزم حاجة يعني واقعية وحاجة حقيقية فهمني اللي هو تخرج ثلاثة بتاع الصباح تندب تخدم 16-18 ساعة في النهار ولا نهار تصير لها مصيبة تلقى ما قاعدة شيء حتى ضمان حتى في عربات الموت ما فما حتى حد يسأل ممكن حتى يتبعوا في الأخبار ومن بعديك ما عادش يسمعوا عليهم حتى شيء وقت يطلع يصير جاف وقت نهتموا وتصير مع الهواء وبعد نسير بعد نسير دونك يلزم حاجة فيها تواصل فيها متابعة فيها تقييم فهمت على هذاك دور المجتمع المدني طالبين انه وش يكون ينضم معنا جمعيات النسائيه والتنمويه واللي تهتم معناها بالمسائل الاقتصاديه والاجتماعيه ينضموا وش نكونوا نمثلوا قوه باش نجموا نقترحوا احنا نحبوا نقترحوا على الحكومه نتعاملوا مع المؤسسات ننقدوا صحيح ننقدوا يلزم كل حاجه ما تمشيش يلزم واحد تقول عليها زاد نقترحوا حاجات ونتابعوا زاد تحقيق معناها لي ميزور معناها والاصلاحات اللي مشتي واضح جدا هذه فحوى بيان جبهه المساواه وحقوق النساء مشكوره جدا سيدتي الكريمه على التواصل شكرا لك يعيش بارك الله فيك مشكوره جدا السيده دره محفوظ استاذه وباحثه في علوم الاجتماع شكرا في علم الاجتماع عفوا شكرا لها احنا ما زلنا مواصلين معكم المشوار